موضوعنا التالي لليوم والذكاء العاطفي عند الأطفال. يشير مصطلح الذكاء العاطفي إلى قدرة الفرد على التحكم في عواطفه وتنظيمها لحل المشاكل سلميا وتحقيق رفاهية لنفسه وللآخرين. راح نتحدث أكثر في هذا الموضوع، أيضا أهمية تنشئة الأطفال وزيادة الوعي العاطفي لديهم، وأيضا عن مواضيع أخرى والثقافة الانفعالية. راح يكون معنا أكثر الحديث نائب عميد شؤون الطلبة في الجامعة الأردنية دكتورة إخلاص أحمد. صباح الخير. صباح النور، تشرفنا. أهلا وسهلا فيك دكتورة، وكثير إحنا استمتعنا تحت الهواء وإحنا عم نتناقش في عدة يعني مواضيع. يعني نص مقابلة كانت. خلصنا. دكتورة إخلاص، نحن نحكي عن الذكاء العاطفي وبنحكي برضو عن الثبات الانفعالي، كمان شيء مهم وهو مكمل أيضا للذكاء العاطفي ومكمل أيضا لكيفية التعامل مع المجتمع المحيط. في البداية خلينا نعرف إيش هو الذكاء العاطفي وكيف ننمي هذا الذكاء ونطوره. نعم، الأول شكرا كثير لاستضافتكم لإلي، أنا كثير سعيدة أكون معكم. ما شاء الله أكيد يعني مثقفين وما شاء الله عليكم، برضو عندكم ثبات انفعالي يعني أمسية. بالنسبة للذكاء الانفعالي في وجهة نظري أو في وجهة نظر العلم بصفة عامة، هو عبارة عن وعي الفرد بذاته وبرضو أيضا وعي الفرد بمشاعر الآخرين، القدرة على إدارة هذه الانفعالات، وأهمها في الموضوع أيضا أنه القدرة على إدارة النزعات، القدرة على أنه يكون عنده كفاءة، يعني هي بتنبع من جانبين، من كفاءة شخصية أنه أنا قادر أضبط ذاتي، عندي وعي بهذه الذات، عندي وعي بوجود هذه الانفعالات وأدير ثم تنظيم الذات، أدير وأنظم هذه الانفعالات، وعلى same time برضو أيضا أنه برضو في عندي كفاءة اجتماعية، أنه كيف عندي قدرة على التعامل مع انفعالات الآخرين، إظهار التعاطف مع الآخرين، at the same time إدارة النزعات وأيضا قابليات الفريق، أنه أنا أكون قائد لهذا الفريق وأدير هذه الانفعالات بطريقة يعني في الأخير تصب في مصلحة العمل أو تصب مثلا في مصلحة الموقف اللي احنا محيط فيه. نعم. فهذا بالنسبة الأولا اللي هو الاموشنال انتليجنس، هو الذكاء الانفعالي واللي عرفه جاء جولمان في التسعينات وكثير بنينا عليه دراسات وأبحاث وما إلى ذلك. نعم. يعني ننتقل يمكن للذكاء العاطفي عند الأطفال تحديدا وأهمية تنشئة هذا الذكاء لديهم، كيف ننشئ طفل ذكي عاطفيا؟ نعم، هلا بالأول احنا للأسف الشديد بدعرج على بعض الثقافات، في عنا ثقافات تكبح انفعالات الأطفال، يعني مثلا تدخل مثلا حصة معلمة اللغة الإنجليزية How do you feel today? How are you today? دائما علمتنا أطفالنا نحكي لهم I'm fine, thank you so much. Yeah. بس بالحقيقة هو he is not صادق بإنفعالاته. هو اليوم مثلا اتعرض مثلا حدا ضربه، حدا على سبيل المثال أغضبه، حدا مثلا أحزنه، هو ما بشعر جيد مثلا، برافو، فهو ما يعني ما عنده قدرة على التعبير عن هذا الانفعال، مثلا أنا I'm not feeling well، أنا كذا مشكلة. فإحنا عندنا مشكلتنا بهاي الثقافة إنه أنت لازم تكون دائما ابدا يعني قدام الناس انك انت منيح، برافو، لانه ثقافه بتكون قد تكون ثقافه جائره عليك اذا انت حاولت تطلع هذه الانفعالات، مع انه حقيقه الامر هذا الطفل لازم يكون في عنده وعي انه انا I'm not feeling well، انا لا اشعر بالشكل الجيد وانا بحاجه انه حدا يجي يساعدني او ما الى ذلك. فالان الطفل لازم يكون صادق مع ذاته، لازم الاهل يخلوه يعرف يعبر عن انفعالاته، يحكي اللي في ويحكي عن خطر هذه الانفعالات، ومش عيب نحكي عن هذه الانفعالات، وهذا هو أول إشي. بعدين لازم يتقبل هذه الانفعالات، إنه أنا اليوم أشعر بالغضب على سبيل المثال وسمي هذا الانفعال ثم أتقبله، طب أنا ليش غاضب؟ فبالتالي لازم أعرف عشان أضع يعني أضع الانفعالات في مكانها المناسب. صح. عشان ما أضلها تنبنى ثم بعدين في أخير يعني الإنسان يصل إلى مرحلة إنه أنا ما بدل أجي أعبر عن هاي الانفعالات أكثر من هيك. نعم. ولما يتقبل هذه الانفعالات بعدين إذا كانت انفعالات سلبية بعلم الطفل إنه الانفعالات السلبية بتخلص، انت حزين اليوم حتحزن بكره حتحزن بعده، بس كل شيء في الحياه يعني الحياه تستمر، وانت يعني شعور الحزن محبوب ما راح يكون مستمر دائما، برافو، وبالتالي احنا نسمع لك، احنا متجاوبين معك، بس ات سيم تايم انه انت لازم تعرف انه شعور الحزن هذا في الاخير حينهي لانه الدنيا بتمشي والدنيا دواره والبعد الحزن لازم تشعر فرح. بهذه المشاعر الحزن الفرح الحب، ما بحب استخدم مصطلح الكره ولكن عدم مثلا اللامبالاه خلينا نحكي،
بدنا نتحدث شوي عن الثبات الانفعالي. كنت بحكي معك تحت الهواء، أنا قبل فترة يعني حطيت مثلا باختبار عن الثبات الانفعالي، هلا كان في عندي ثبات انفعالي، ولكن الشيء الوحيد اللي خذلني احمرار الوجه. نعم. يعني مرات واحد لما يشعر بالخجل بالإحراج إلا ما يصير في هناك احمرار للوجه. هذه الثبات الانفعالي منها الاحمرار الوجه، العصبية، مرات بتكون قاعد بس أنت عم بتهز إجرك بشكل زيادة، كيف بدنا نعملها ضبط لهذه المواضيع تحديدا حتى نشعر الأشخاص الموجودين حوالينا بثباتنا الانفعالي؟ ومش بس هيك، كمان كيفية امتصاص غضب الآخرين أو مثلا النرفزة تبعتهم ونأخذه لإلنا وما يتأثر علينا. المرات إذا بتشوف أنت شخص عم متنرفز قدامك فأنت بشكل باي ديفولت زي ما بيحكوا أنه أنت بتصير كمان بتتنرفز. هلأ خلينا نيجي نرجع لأصل الشيء. الآن أصل الشيء نحن عندنا في دماغنا في جزء بسيط كتير اسمه الأميجدالا. الأميجدالا هي مسؤولة عن إظهار هاي الانفعالات وأحيان ظهور النشاط الفسيولوجي اللي هو الشعور بالإحمرار الوجه، زيادة في نبضات القلب، تعرق، ما إلى ذلك. برافو. فهي المسؤولة عن هذا الحق، هذا بنسميه العقل الانفعالي. فالآن مع الخبرة ومع الميران ومع الممارسة، طبعا هاي رحمة من رب العالمين عملنا إياها، لأنه من خلالها إحنا مندافع عن حالنا، إحنا بنشعر بالخوف، إحنا بنهرب، بالتالي إحنا عشان حماية نفسنا احنا مش على سبيل المثال البيئه غير امنه، احنا بنحاول نتخلص من هذه البيئه الغير امنه لانها غير مريحه نفسيا لنا او ما الى ذلك. هذا جيد، لكن at the same time انه انت كمان في حياتك حتمر بخبرات و experiences you have to be، لازم تكون على قد الموقف. يعني بتيجي بالخبره حمل. يعني بتيجي بالخبره، نعم. بالخبرة حتى هاي المواضيع، نعم، انه بالاول انه انت بدك تعمل تراقب ذاتك وراحت الوعي بانفعالاتك، وبرضه نفس الفكره انك انت تحاول تتحكم بهي الانشطه الفسيولوجيه. يعني مثلا اول سؤال تسال لحالك، طب انا ليش منفعل؟ داخليا اسال حالك هذا السؤال، انا ليش منفعل؟ انا لازم انه اكون انا هلا ما يبين علي هذا الشيء، فبالتالي انا لازم اوقف هذا الانفعال. الان الميتا كوجنيشن او ما وراء الانفعال بتخلي العقل انه يهدي الأميجدالا، انه انت اندر ذا كنترول، الامور تمام، الامور تمام، ما في شيء، انت قادر انك تتحكم. نعم. في الموضوع لازم انه انا اجيبهم لعندي، مش هم اللي يسحبوني لعندهم. صح. بهذا الموقف الانفعالي او بهذا الموقف اللي ما عم بحاول يحطوني. نعم. فيه. لكن دكتور يمكن بالحديث ايضا عن موضوع الاطفال تحدثتي بانه الطفل يكون قادر عن التعبير عن مشاعره، اذا كان لا يشعر انه بخير يجب ان يقول انا لست بخير مثلا. نعم. او حتى عند الكبار انفعالاتهم، كثير من المواقف او كثير من المشاعر بيكون عدم تكلم الطفل نابع من خوف. صح. او حتى عند الاشخاص عدم. نعم. التكلم نابع من خوف، الخوف احيانا يسيطر على كل المشاعر. نعم. كيف يتصرف الان السبب انه لو نرجع احيانا الاطفال برضه هم بكل مؤسس عليهم من قبل الثقافة، هو بده يكون يصل لإشي اسمه القبول الاجتماعي، إنه أنا يعني مش خايف، أنا بقدر أواجه، بس حقيقة المهم هو خايف. فالمفروض إنه الطفل بهاي الحالة برضو يعبر عن هذا الانفعال الكبار للأدلت، للبيرنتس، لولي الأمر، للمربين، للمعلمين، إنه أنا كنت بهذا الموقف شعرت بالخوف. تسأل الوالدة أو المربية أو الراعية إنه ما السبب في ذلك، ليش شعرت بهذا الشعور، أنت بتخاف من كذا. أهله كمان. برافو. ما إحنا هلا مشكلة إنه خايف يحكي لهم إنه أنا بعاني. لازم يكون في أكوموديشن بين المدرسة والبيت والمجتمع المحيط فيه والمكان اللي بيطلع لإله. الطفل لما يكون في عنده تعلق آمن مع أحد الراعين، وأكيد لما يكون في عنده تعلق آمن مع أحد الراعين بروح بصرحه بكل مصداقية بهذه المشاعر. هذا الوالد أو هذا الراعي لازم يكون على قبة الاستعداد وعلى يكون منفتح لإنفعالاته، لأنه يعني أنت بتعمل نمذجة. إذا أنت قادر تفهم إنفعالاتك وبالتالي أنت بتقدر إنك أنت برضو تخلي قدامك برضو يقدر يعبر عن إنفعالاتهم بطريقة صادقة، لأن أنت متسامح مع ذلك، أنت مرتاح من الداخل. صح. طب خلينا بدي أرجع لموضوع الثبات الانفعالي. مرات لما تكون أنت بلوك مثلا زي الرجل الآلي، ما بيشعر الناس بأنك قريب، أنك أنت عم بتمثل، أنت مش عم تعطي الموضوع حقه. فكيف أنا بدي أوازن؟ يعني بدك تكون أنت قريب من الناس، عم تشعر بالانفعالات، عم تعطي ردات فعل طبيعية خلينا نحكي، بس بالمقابل بده يكون عندك ثبات انفعالي وما تبين انك رجل، ما تكون رجل آلي.
نعم. هلأ هاي برضو تلعب دورها الثقافة. يعني إحنا عنا بعض الثقافات بتركز على العلاقات البين شخصية، إنه أنا أحترم الكبار، أحترم زي العلاقة مثلا الثقافات اليابانية أو على سبيل المثال الشرق آسيوية، بتهتم إنه يكون إن أنت تحترم يعني الآخرين، وإنك هاي العلاقات يعني تعلو على مشاعرك وانفعالاتك الداخلية. وفي ثقافات بتقول لك لا، إنه انطلق، أنت حر التصرف، أنت لازم تعبر عن انفعالاتك، أنت لازم تكون. إحنا الآن هنا لازم نكون in balance، ونوازن يعني لازم يكون كمان في قناة تواصل بيننا وبين الثقافة، في إن عقل واعي مدرك لهذه الانفعالات وبنفهم هاي الثقافة. أنا بقدر أتصرف ضمن ما هو مسموح لي بهذه الثقافة، حتى لو كانت هاي الثقافة أحيانا تكون مثلا جائرة أحيانا أو غير صحية نفسيا لإلي. وحبيت كتير يعني صراحة تعليق الأستاذ إبراهيم لما سألني إنه إيش يعني الجندرية. أحيانا هي مسموح للمرأة أن تعبر عن انفعالاتها، بالعكس المرأة لما تبكي في الأماكن العامة تشعر بالراحة، ترتاح، لكن الرجل إذا بكى في الأماكن العامة بشعر بالخجل إن هو ليش بكى. فالثقافة نفسها برضو يعني هي برضو يعني ممكن تكون لك رد صد لك إنه لازم تعبر أو لازم ما تعبر. فلازم إحنا يعني نعرف كيف نعمل تكيف adjustment مع نعبر عن انفعالاتنا، بنفس الوقت يكون في عنا قبول مجتمع من قبل الآخرين، بنفس الوقت نحترم هاي الثقافة. نعم. عشان ضلنا fit in، ضلنا ماشيين مع هذه الثقافة. يعني بشكل عام جميعا عاطفيين، نقدر نحكي إنه إحنا شعب عاطفي، أو حتى يمكن لها دخل في نوعية التربية. وبالحديث أيضا عن موضوع الجندرية، المرأة لها يعني دائما الفرصة أو الحصة الأكبر بالتعبير عن مشاعرها. نعم. وبنفس الوقت بنشوف حتى انفعالاتها ممكن تكون أشد. يعني بنلاقيها ممكن تعصب، وممكن الكل يسكت، يلتزم يعني الهدوء يعم المكان بالنهاية. شو السبب إنه خلينا نحكي عن موضوع إنه المرأة لها مسموح لها أكثر أو مسموح لها إنها تعبر عن مشاعرها؟ نعم. هل لأنه مثلا التربية بأن أنت رجل؟ نعم. ما بصير تبكي. نعم. ما بصير تحكي. نعم. ما بس... لاحظ العلماء إنه الأهالي البيرنتس سواء كان الذكر أو الأنثى، الأب أو الأم، بيحكوا مع بناتهم أكثر لما يعني يشوفوا البنت بيبتسموا معها، بيبتسموا لها أكثر، بيحكوا عن انفعالاتهم هم كمان. الأب بيحكي عن انفعالاته لما يشوف بنته، والله يا بنتي أنا اليوم تعبان، والله كذا كذا، أكثر ما بيجي الأب أو الأم بيعبر عن انفعالاتهم لما يحكوا مع الذكر. فبتطلع البنت مدركة أكثر لهذه الانفعالات أكثر منها من الذكر. الذكر بعلموه إنه اكبح انفعالك، عيب، ما بصير، هذا الأمر لا يجوز. حتى إنه يعني الأم بتاخذ وقت أكثر وهي عم بتلبس في بنتها، بتمشط لها شعرها، بتحط لها هاي الأشياء كلها، فبتضلها تحكي مع بنتها. يعني في مسميها الديالوج اللي هو الحوار بين الأم والبنت بيكون أكتر مثلا من بينها وبين الذكر. نعم. فالذكر بتعلم إنه هو يعني بيكون يعني بيكونوا معاه تقريبا جامدين، إن هما ما بحاولوا يجي يعبر عنها. خلينا نحكي، ممكن إنه هلأ أنا ما بعمم، لأنه أنا بعرف في كتير رجال حنونين أكتر من السيدات، ولكن الانطباع العام على المرأة هي حنونة، هي عم بتعطي مشاعرها، هي عم بتناقش الناس اللي حواليها. حتى بنشوف في مشاكل هناك بين الرجل والمرأة، ما هي تنهارها معصبة، تنهارها بتصرخ، طب ما أنت ما عم تحتويها، ما عم تعرف كيف تتعامل مع هذا الموضوع. دور هون المقابل، إن كان الأب، الأخ، الزوج، حتى السيدة المقابل السيدة، يعني احنا بنعرف طبيعة جسم المرأة تختلف هرموناتها بشكل كتير كبير. هل هذا بيسمح للمرأة أنها تعبر أكثر بسبب طبيعتها البيولوجية وهرموناتها، ولا هي تعتمد بشكل كتير كبير على التربية؟ نعم. هلا هي بتيجي مدى المسموح للمراه تيجي فيه تعبر، وفي يعني في فرصه، في تشانس اكثر، اوبورتونيتي للمراه تعبر اكثر منه بالنسبه للذكر. بنفس الموقف كمان انه لازم المراه تعمل زي ما بنسميها تقبل لهذه الانفعالات، والاخرين يعملوا تقبل لهذه الانفعالات واحتواء لهذه الانفعالات. هلا المراه ممكن تكون برضو عندها حكمه في التعامل، دبلوماسيه في التعامل مع الذكر. نعم. مش بالضروري دائما ابدا يعني المراه هي بس المعصبه، لكن لوحظ ايضا في المجتمعات إنه الذكر إذا غضب، إذا عصب، إذا يعني نرفز، مسموح له
والله غاضب آه معلش هو زلمة برافو عليك بس ممنوع زلمة ما بينفع ما حدا يقرب عليه بدون بكا يعني مسموح له انه عادي مسموح للسيدة تبكي بس مسموح لها تشوفي كيف ففعلا احنا عندنا ثقافة يعني عن جد عم تشتغل يعني اكثر ثقافيا هي طريقة التربية والثقافة بالنهاية وتنشئة يعني بس بحب انا في الثقافات الأجنبية نعم انه شو بيعملوا مثلا بقول لك مثلا if you are happy clap your hands زقف فهم بعطوه بصفوا نوع الانفعال نوع الفيلينجز انت اليوم اذا if you are happy if you are sad if you are كذا if you are كذا فالطفل بيعمل distinguish بيميز هذا الانفعال وبصير يشتغل على نفس هذا الانفعال حلو في مدارسنا انه اول ما يدخلوا الطلاب عندنا صفوفنا نعمل لعبه الانفعالات لعبه الايموشنز العاطفه انه انت شو بتشعر اليوم يختار الوجه الفيس ويجي يرفع قدام معلمته ويقول انا كذا انا كذا انا كذا انه يعبر عن حاله اكثر حتى للناس الموجودين حواليه نعم صحيح نعم شكرا لك دكتوره ويعطيك الف عافيه موضوع يعني جدا جميل واستمتعنا فيه ويطول ويعني موضوع واسع ولكن المعلومات اليوم اطلعتينا عليها جدا جميله يعطيك الف عافيه شكرا وانا ان شاء الله شكرا كثير لكم من مارلبورغ الجامعه الاردنيه بشكركم وبعطيكم الله يعطيكم الف عافيه التلفزيون الاردني ودائما ان شاء الله دم على قدم وساق ماشيين معاكم الله يعطيكم العافيه ابدا واجبنا اهلا وسهلا فيك شكرا